بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على جزء مهم جدا، شابتر 7 من أهم الشباتر اللي عندنا، هي وشابتر 5. نقدر نقول كده إن الكتاب الأول كله أهم جزئية فيه الشابتر 5 اللي هو طبعا الشابتر اللي قبل اللي فات، والشابتر ده مهم جدا جدا اللي هو الإكسبلسيت كورسر، وشابتر 8. دول أهم 3 شباتر عندنا في كتاب البي ال الأولاني بالكامل. طب ايه فكرة الاكسبلسيت كورسر دي؟ انتوا لو فاكرين نراجع كده اللي احنا خدناه، قلنا اللي احنا كان عندنا متغير اسمه سكيلر. بيعمل ايه السكيلر ده؟ بيشيل فيلد واحد بس، وليكن مثلا فارشار او نمبر او ايا كان، يعني بيشيل فاليو واحدة بس. وكان عندنا حاجة اسمها ريكورد. الريكورد ده بقدر اعمل زي ما احنا شايفين الشكل اللي قدامي ده، بشيل فيه سجل بالكامل او مجموعة فيلدات الداتا تايب بتاعتهم سكيلر زي فارشار ونمبر وديت وهكذا. وكان عندنا حاجه اسمها اندكس باي تيبل. الاندكس باي تيبل مكنتني ان انا ممكن اشيل عمود بالكامل، تمام، ومكنتني ان انا ممكن اشيل زي ما احنا شايفين كده وليكن في الرسمه دي مجموعه سجلات او مجموعه اعمده في المتغير اللي اسمه اندكس باي تيبل. بس في الحقيقه بناء الاندكس باي تيبل كان يعني تقيل شويه، يعني هتعرف الاول التايب نفسه وبعد كده تعمل له متغير وتعرف عمود اللي هو البرايمري كي اللي هو الاندكس، وبعد كده تعرف حاجة تانية وتستخدم الميثودز بتاعته في أثناء شغلك. طب عايزين مفهوم اللي هو فعلا احنا بنشتغله بشكل عملي، سهل جدا في طريقة الكرييت بتاعته أو في طريقة إنشائه، وسهل جدا في التعامل معاه. عندي المفهوم ده اسمه الايه، الاكسبلسيت كورسر. ايه هي الاوبجكتيفز بتاعتي؟ تبقى عارف ايه الفرق ما بين الاكسبلسيت والامبلسيت كورسر. الامبلسيت اللي هو الاوريكال بيعمله، والاكسبلسيت اللي انت شغال فيه كبروجرامر او كديفلوبر. تبقى عارف ايه هي الريزنز فور يوزنج اكسبلسيت كورسر، ايه هي اسباب استخدام حاجه اسمها الاكسبلسيت كورسر. تقدر تعمل عمليه ديكلير وكنترول للاكسبلسيت كورسر، تقدر تعرف الاكسبلسيت كورسر ده وتقدر تعمل عمليه كنترول ليه. خاصية جميلة جدا اسمها using simple loop and cursor full loops. تستخدم الجمل بقى الفول لوب واللي احنا خدناها قبل كده في التعامل مع الكورسر. تستخدم حاجة اسمها cursor with parameter، يعني الكورسر تديله معطى معين عشان يشتغل عليه. خاصية اسمها for update عشان تعمل عملية لوك لبعض الداتا اللي انت حاليا شغال عليها سواء update او delete. تستخدم خاصية اسمها workaround to off class، طبعا هنتعامل معاها ونشوف ايه فكرتها بالظبط. دي الاهداف اللي انت المفروض تغطيها في الشابتر ده. طب نبتدي كده الهدف هدف من الاهداف دي ونشتغل عليهم ان شاء الله مع بعض. اول حاجه ايه الكورسر ده؟ بيقول لي والله الكورسر ده اي جمله اس كيو ال هتنفذها الاوراكل سيرفر بيعرف منطقه كده برايفت في الميموري عندي ويسميها اسمها كورسر، تمام. فعشان كده بيقول لي والله انواعه في نوع اوريكل هو اللي بيعمله وبيمانج وشغال عليه في اي جمله دي ام ال بينفذها بيفتح منطقه كده اسمها كورسر عشان ينفذ العمليه دي. دي مش قصتي، انا مش عايز اعرف اوريكل بيعمل ايه امبليسيت، انا عايز الحاجه اللي هي فيها شغلي. فبيقول لي اللي انت فيها شغلك بقى اللي هي الاكسبلسيت كورسر اللي هي من خلال ايه البروجرامر من خلالك انت. الكرسر ده عبارة عن ايه؟ بيقول لي عامل زي الصندوق كده اللي انت شايفه ده، لكنه زي متغير كده او صندوق يعني، تمام. الصندوق ده ممكن تشيل فيه بيانات قسم بالكامل من كل البيانات اللي فيه سواء اي دي سالري هاير ديت فيرست نيم لاست نيم، تمام، اوكي، قسم بالكامل، او ممكن تشيل فيه كمان بيانات ايه الجدول بالكامل. فزي ما انت شايفين ده عندك صندوق هو كبير تقدر تملى فيه اللي انت محتاجه، هو ده الكرسر. البيانات اللي انت حطيتها في الصندوق دي بنقول عليها مصطلح كده اسمها اكتف سيت، وده مديني شكل كده للبيانات بيقول لي ممكن يكون فيها بيانات زي الاي دي بتاع الموظف واسمه والجوب بتاعته، ممكن تكون السالري، ممكن تكون فيه بيانات كامله. طب ايه خطوات التعامل مع الكورسر؟ بيقول لي اول مرحله بتعمل عمليه تعريف للكورسر، الكورسر ده اسمه ايه وايه محتوياته. فالمرحله دي اسمها ايه؟ تكلير. فالديكلير هنا بتقولي حاجة بسيطة جدا، بتقولي والله ديكلير أنا عايز أعمل حاجة اسمها كورسر، نوع جديد عندنا أو تايب جديد اسمه كورسر، تمام، واسمه ايه وايه هي محتوياته. فبقول له كورسر واسمه واز ومحتوياته وجملة سيلكت معينة. أنا هسيلكت الإمبلوي أي دي واللاست نيم فروم جدول الإمبلوي ويرين الديبارتمنت وليكن 30. يبقى أنا كده الكورسر ده هيبقى محتوياته ايه؟ بيانات الموظفين الأي دي واللاست نيم بتاعة القسم رقم 30 بالكامل.
فدي اول مرحله اسمها ايه، عمليه الكريت. فبيقول لي كريت، بتكريت انيم SQL area، بتعمل بتحدد كده نيم للصندوق اللي انت هتستخدمه ده اللي اسمه كيرسر، وتعرف ان هو هيكون محتويات وكذا. تمام. طب وبعد كده يعني تاني مرحله اللي هي بقى من اول البيجن ده الديكلير، بعد كده ببدا في البيجن، في الكود بتاعي بيجن واند. اول لما بتبدا في البيجن بتقول لي كلمه اسمها ايه، اوبن واسم الكورسر. بيقول لي لما بتعمل عمليه اوبن دي بيقول لي ايدنتيفاي ذا اكتف سيت. يعني ايه ايدنتيفاي ذا اكتف سيت؟ بيبتدي يروح يجيب جمله الاستعلام بتاعتك اللي هي سيلكت الايميل واي دي وليكن مثلا الفيرست نيم او اللاست نيم، يجيبها من الداتابيز ويحطها في الصندوق ده. بقى الصندوق ده خلاص دلوقتي اكتف في بيانات زي ما احنا شايفين كده. بعد كده تاني المرحله اللي بعد كده بتعمل عمليه فيتش استخلاص. يعني استخلاص؟ بتاخد قيمه، مش ده في مجموعه سجلات رو 1 رو 2 رو 3 رو 4 رو 5 رو 6، فبتبتدي تفيتش رو تتعامل معاه. هتفيتش بيانات اول موظف تتعامل معاه، وبعد كده تفيتش التاني، وبعد كده تفيتش التالت، وبعد كده تفيتش الرابع. يعني من الاخر كده وانا بقول لك هتفيتش الاول والتاني والتالت والرابع وهكذا لحد ما تخلص كل مثلا البيانات اللي فيه او لحد شرط معين، يبقى اكيد طالما انت هتفيتش واحد وبعد كده التاني وبعد كده التالت، يبقى انا شايف ان عمال بعمل كده ايه، لوب بالظبط. يبقى انت هتحتاج تلوب تفيتش واحد واحد منهم وتتعامل معاه. والله الكورسر بتاعك امتي خلاص فدي بياناته خلصت، لو يس هتعمل له عمليه كلوز. تمام. طب لو ما فضيش هتبتدي باستخدام اللوب هتفيتش اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه لحد ما يفضى خالص. اوكي. طب ليه بتعمل الكيرسر كلوز بعد ما بتخلصه؟ بيقول لي والله اصل ليك على السيشن الواحد 50 كيرسر تقدر تتعامل معاه، بعد كده يحصل معاك ايرور وما يرضاش يفتح او يتعامل مع كيرسر جديد، يبقى انا الريسورسز بتاعتك تقدر تشيل لحد 50 كيرسر. تمام. فانت ليه بتعمل كلوز بعد ما بتكون خلصت الوظيفه بتاعته؟ عشان تحرر الريسورسز بتاعتك دي. تمام. ده مثال كده يعني بشكل رسومي شويه بيوضح لك خطوات الكرسر. هو هنا كريت الكرسر اوريدي، بعد كده هيعمل له اوبن، فخلاص الصندوق اهو اتفتح وبقى فيه بيانات، بعد كده هيفيتش، هياخد رو يتعامل معاه، وبعد ما يفضى خالص هيقول عمليه الكلوز. هو ده اللي احنا كنا لسه بنقول عليه، عملية الديكلير بقى هيبتدي يمشي عليه خطوة خطوة. طبعا المثال هنا مش كامل، هيمشي لي خطوة خطوة ويوريني شكل المثال هيبقى عامل معايا ازاي. فأول خطوة زي ما احنا شايفين كده، عمل ديكلير وعرف كيرسر واسمه وليكن ام كيرسر از، وبعد كده هيعمل عملية السيلكت بناء الكيرسر ده ايه اللي هيتحط جواه. هيقول لي وليكن ام بي اي دي واللاست نيم، تقدر طبعا تقول سيلكت استركس زي ما انت عايز براحتك، اشتغل زي ما انت محتاج. from the employee where the department equal 30. بعد كده بعد ما تعرف لي الكرسر، اول لما تيجي في البيجن لازم تفتحه عشان يبقى اكتف وجمله السيلكت دي فعلا تتنفذ، يحط جوه الصندوق ده بيانات القسم رقم 30. فقال لي open imp cursor، افتحه بقى عشان تشتغل معاه. وبعد ما تفتحه هتفيتش، هتبتدي تعمل عمليه استخلاص، تفيتش الامب كورسر. تمام. هتاخد تستخلص من الامب كورسر، انت هتشد من صندوق حاجه فاليو معينه، يبقى لازم توفر لها مكان كده على طول عشان الفاليو دي تتحط جواها وتطبعها او تعمل عليها اي بروسيسنج. يبقى لازم الحاجه اللي انت هتفتشها لازم تعرف لها ايه بالظبط، لازم يكون لها فاريبل. فهو هنا فعلا عرف فاريبل اسمه ام بي ان او وال نيم زي ما احنا شايفين. فقال له فيتش الامب كورسر، تمام، انتوا المتغيرين دول اللي هو الام بي ان او والال نيم. يعني معنى كده لو الكرسر فيه وليكن مثلا عدد السجلات اللي فيه كل ريكورد فيه، وليكن مثلا لو كرسر فيه فيرست نيم وسالري وهاير ديت ودبارتمنت اي دي، وليكن فيه 5 ايتم، يبقى اوريدي لازم تكون موفر لي على طول ايه بالظبط 5 متغيرات يشيروا القيم اللي خارجه من الكرسر ده. وبعد كده دي بي ام اس او بتطلعي ام بي ان او والال نيم، وطبعا الكود هنا مش كامل، في الاخر هتقول لي كلوز. بس حتى انت لو عملت المثال ده يا جماعه هيطبع لك موظف واحد بس. طب بصوا كده عشان برضه نبقى متخيلين، عشان تبتدي بقى توضح معانا قوي فايده اللوب اللي من غيرها فعلا مش هنعرف نشتغل خالص. يعني اوكي
HR تمام. بص يا جماعة، في المثال الحالي اللي موجود قدامي ده، لو انا خدته كده كوبي، طبعا يعني ارجوك ويعني محدش يلجأ للي انا بعمله ده اللي هو كوبي وبيست وكده، يقول اه والله ده انا فاهم المثال ده هو بيقول كذا. لا، اوعى الموقف ده، يعني اوعى الطريقة دي تشتغل بيها لسبب واحد. اولا، ايديك هتتقل جدا في كتابة الكود، هتبقى انت متعود على السهل كوبي وبيست. لما تيجي في انترفيو ولا حاجة، حد يجي يقول لك اعملي مثلا انا محتاج برنامج يقول كذا كذا كذا، لو هو سألك بشكل نظري انا اعمل ايه عشان اطلع مثلا خارج كذا، هتبقى انت متعود تقول اه ده المفروض هعمل كرسر والمفروض هعمل كذا. يقول لك طب لو سمحت ممكن تنفذ لي كده البرنامج اللي انت بتقول عليه؟ هتبقى ناسي. طب هو ايه قبل ايه؟ طب انا ناسي، وتلاقي ميستيكس بقى كتير شغاله معاك وايرور والكلام ده كله، طبعا هيخلي شكلك وحش جدا اثناء الانترفيو بتاعك. فحاول تماما تماما تتجاهل موضوع الكوبي والبيست اللي انا بعمله ده. اكسكيوت، فعلا طلع لي زي ما احنا شايفين ان الموظف رقم 114 الفيرست نيم بتاعه كذا. ايه ده؟ طب انت بتقولي ازاي ان الديبارتمنت رقم 30 بالكامل؟ هو الديبارتمنت 30 مفيهوش غير موظف واحد بس؟ هقولك لا، اصل انت هنا عملت ايه؟ استخلصت بيان صف واحد بس وقلت له اطبع. امال امتى يبتدي يشتغل بقى ويخلص واحد وياخد التاني؟ لما تقولي العباره الظريفه اللي اسمها الايه، اللوب. بالظبط، وهيلوب وهيفيتش وهيطبع، والمفروض هتقولي exit when ال imp cursor not found. يعني المفروض هنا تحت هزود السطر اللي هو exit when ال imp cursor not found، بس هو already في مثال في السلايد دي عامله، فمش مش هكتبه، يعني نشوفه على طول على السلايد. يبقى هنا من غير اللوب اهو طبع واحد وسكت. لا، انا محتاج اكرر ياخد واحد واحد يفيتش عنصر عنصر، يبقى محتاج ايه؟ لوب. عملية الفيتش اهو، فيتش data from the cursor، ففعلا already هو عمل لوب وعمل فيتش ال imp cursor into المتغيرين دول، وقال لي هنا exit when ال imp cursor percentage not found، exit لما ما تلاقيش حاجة خالص، واعمل عملية طباعة بقى طبعا، و end loop طبعا، لأي لوب لازم ليها يكون end loop. بالشكل ده فعلا زي ما هنشوف هيطبع لي بيانات القسم رقم 30 بالكامل، اللي هو من ناحية ال first name وال last name، سوري ال employee ID وال last name زي ما احنا شايفين كده، دول الموظفين اللي في الديبارتمنت رقم 30. تمام، هايل قوي. بس في الحقيقة انا كده قدامي 50 كرسر اقدر افتحه، فانا محتاج ان انا بعد ما اخلص شغلي في الكرسر ده اكلوز وخلاص، احرر الريسورسز بتاعتي، تمام، اسيب مساحة تانية في الميموري بدل ما افضل حاجزها في حاجة اوريدي انا خلاص انتهيت منها. فمحتاج العبارة البسيطة جدا اللي اسمها ايه، كلوز، واسم الكرسر كروس ام بكرسر. انت كان عندك مشكله في اللي فات، انت كده لما الكرسر بتاعك كان فيه وليكن مثلا الامبلوي اي دي والفيرست نيم، عرفت لي كم متغير؟ عرفت لي متغيرين، صح، هايل، كويس قوي. طب لو الكرسر بتاعك فيه وليكن مثلا 15 عمود، امبلوي اي دي واللاست نيم وفيرست نيم وهاير ديت وسالاريز وهكذا، يا ترى هتقعد تعرف لي 15 فاريبل؟ اكيد لا. امال ايه الحل؟ بيقول لي الحل العباره الظريفه قوي دي، الكورسر اند ريكورد. يعني ايه؟ مش فاهم برضه. وانتهى البساطه كده، هتقول لي هنا انا هعمل متغير اسمه امب ريكورد، نفس بناء بالظبط الامب كورسر برسنتج رو تايب، وبالتالي هاوبن وهفيتش وهعمل كل حاجه، هاوبن طبعا الامب كورسر انتو الامب ريكورد في المتغير ده، وبعد كده اطبع منه اللي انا محتاجه. وطبعا ان شاء الله اوريكم مثال عملي على الكلام ده، ان هو اوريدي في الكتاب، مش حاطط لنا مثال كامل. عندي حاجه اسمها كورسر في اللوب. في الكورسر في اللوب ايه الفكره يا جماعه كلها؟ كورسر في اللوب يبتدي بقى هنا يصغر لنا الكود شويه، يقول لي والله انت كانت خطوات الكورسر دي كتير قوي. واحد يقول لي انا بزهق بقى من الكلام الكبير كتير ده، هقعد اقول له كورسر واعرفه وبعد كده اوبن وبعد كده وليكن مثلا اعرف فاريبل معين وبعد كده كلوز وفيتش. لا، اختصر لي لو سمحت شويه في كتابه الكود. هقول لك اوكي، لو انت عايز تختصر في كتابه الكود كتير مش شويه، هتستخدم حاجه اسمها الكورسر في اللوب. طب الكورسر في اللوب دي هتوفر عليك ايه؟ بيقول لي اولا هو بي امبليسيت اوبن،
بيعمل خطوة الاوبن دي لوحده، مش هتحتاج ان انت تقولي اوبن كورسر، تمام؟ وبيفيتش لوحده وبيستخلص لوحده امبلست، وبيأجزت الكورسر لوحده وبيكلوز لوحده، يعني مش هتحتاج تقولي اكزت وين كذا، ومش هتحتاج في الاخر تقولي كلوز الايه اسم الكورسر. يبقى بص، وفر عليك كام حاجة، وفر عليك ان انت تاوبن، وفر عليك ان انت تفيتش، وفر عليك ان انت تاكزت، وفر عليك ان انت تعمل كلوز. وكمان حتى المتغير اللي انت بتعرفه هو بيعرفه امبليسيت داخلي. طب نشوف مثال كده، هو فعلا عمل لي مثال كامل في الماتيريال. قال لي هنا هو نفس الكود اللي فات اللي كان طويل ده، يعني كان في كود طويل هو موجود عندي اللي ما كانش كامل ده. بصوا هنا كم مقطع، بص المثال هنا قد ايه عمل هنا ايه. اول خطوه عمل الكرشر ومعرفش متغير، بس بص اول ما بدا بيجن قال لك فور الامب ريكورد. الامب ريكورد ده فين؟ فين الامب ريكورد ده؟ اه ده متغير، الفور هي اللي عارفاه، الفور هي اللي عرفته، تمام. ان امب كورسر يعني هات لي فيت، اكنك كده قلت له بالظبط فيتش الامب كورسر، تمام، ان او انتو الامب ريكورد، تمام. فانت كده فعلا وفرت على نفسك ان انت تقول لي اوبن امب كورسر، لان انت بالجمله الفور دي هي اللي عملت الاوبن للامب كورسر، وفي نفس الوقت عملت لها فيتش داخل الامب ايه الامب ريكورد، واوريدي هي تاخد كل السجلات اللي موجوده فيه، تمام. فانت مش هتحتاج تقول له اكزت وان كذا، اوكي. وبعد كده عمل لوب وقال لي اطبع لي الايه الاي دي واطبع لي اللاست نيم اللي موجودين طبعا دلوقتي، اللي انت كده خلاص محتويات الكرسر بالكامل هتفضل تكون فين جوه المتغير ده، هيستخلص منها سجل سجل ويطبع سجل سجل ويطبع، فهتطلع لي اوريدي نفس النتيجه اللي فاتت. اه وايه تاني؟ ومش هتحتاج كمان يا سيدي اللي انت تعمل كلوز ده، هو اول لما يخلص اللوبه هيعمل كلوز اوتوماتيك للكرسر. حاجات بقى اللي هي من الكوبي، يعني دي ما حدش يقول لي انت غلطان في حاجه، ده هي من الكوبي بس، هي العلامات الغريبه دي. اوكي تمام، زي ما احنا شايفين كده البرنامج اتنفذ قدامي ومن غير اي مشاكل. عندنا بعض الاتريبيوت اللي احنا بنستخدمها او بعض الخصائص كده للكرسر، بعض الاعدادات المساعده زي مثلا حاجه اسمها is open. انا عايز اتاكد هو انا عملت open ولا ما عملتش. طب انا عايز اقول له مثلا لو هو not open، تمام، لو هو not is open، تمام، انت اعمل له open، تمام، انت افتحه عشان ما يحصلش ايرور معاك. عايز اتاكد والله هو open ولا if ان هو open خلاص كمل، لو هو مش open انت اعمل له ايه open. طب عايز اقول له exit when not found، اقفل الكورسر بتاعك ده او خلص اللوبه دي، اخرج من اللوبه لما الكورسر يفضى. فالتاني اتريبيوت بسيطه جدا وظريفه او اسمها ايه نوت فاوند. طب فاوند يعني يا ترى هو فيه لسه بيانات ولا لا؟ طب رو كاونت استخدمناها اوريدي قبل كده لما جينا قلت له طلع لي وليكم مثلا عدد السجلات اللي اتعامل معاهم اثناء الكورسر ده. دي امثله طبعا مش كامله. قال لي if not end cursor is open انت عامل له ايه open بقى، واعمل end if واشتغل لك التالي. دي طبعا امثله مش كامله. هنا بيقول لي والله هيديك مثال بسيط جدا على الرو كاونت او على النوت فاوند، في مثال كده ظريف شويه. بيقول لي ايه هو المثال؟ هو هنا عرف متغيرين زي ما احنا شايفين، وعمل كورسر اسمه end cursor وهيسلكت فيه. اه هنا قال لي from the employees، ما حددليش شرط، يعني هيجيب لي الاي دي واللاست نيم بتاعت الجدول بالكامل ويحطهم في الكورسر ده، تمام. وبعد كده قال لي open الامب كورسر لوب فيتش الامب كورسر، تمام، انتوا المتغيرين دول اللي هو الامب ان او والال نيم. اه وبعد كده ايه شرط اللي هو يقف عنده؟ قال لي exit when الامب كورسر percentage row count اكبر من 10، يعني لما تستخلص منهم حاجة أكبر من 10، يعني تستخلص منهم وليكن 11 سجل، أو الإمب كورسر نوت فاوند، أو أوريدي يكون الإمب كورسر ده أصلا فاضي، وهو أوريدي طبعا مش هيكون فاضي. وابتدي أعمل عملية طباعة للنيم للأي دي اللي هي الإمب إن أو والإمب نيم وإند لوب. لو فعلا خدت الكود ده كوبي بيست، هيطبع لي أول 10 سجلات موجودين عندي في جدول الإمبلويز.
زي ما احنا شايفين كده اوريدي طبع لي فعلا اول 10 سجلات موجودة عندي في جدول امبلويز. اوكي، في الفيديو الجاي ان شاء الله هنبتدي نكمل بقية الشابتر، هنتكلم على موضوع الكورسر في اللوب using sub query، ونكمل بقية الشابتر اللي هيكون فيه جزء بسيط بجانب الامثلة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.